رده من المقبره. بسم الله عليه الرحمن الرحيم. ايش فيك يا ريال؟ عيل ليش قاعده تنوحين؟ الحين صراخه بدوني. بنتك مشوهه ولا ايش دعوه؟ دازينها على شاذي، ولد حمايل مصلي مسمي مو هوشين. يا ربي، مو غصب، مو غصب، البنيه ما تبيه. أدري فيك، لو ما سوسة في الظهر ميريج ولا كان ما قطيتها القطة. عيب عليك، اللي سمعت يقول قاطينها بحلج الذيب. يلا قومي نامي يلا. وضي وضي لبيه. تروحين بيت اهلك؟ اي والله، كان زين تقطني على طريقك. صحي عيالك ولبسيهم ويلا ان شاء الله، بس ريوقك زاهب. وضي بتروحون للعابه؟ ما أدري، بس إذا بنروح أبوي بيودينا. الله، ضحتنا البارحة، ضحتنا بصراخها، كنا بيذبحونها. يلا الحمد لله افتكينا منها، لا بارك الله فيها. قولي لأمي غدانا عندها اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك. وين رايح؟ أروح المحل. الريوق زاهب، فش ريجك؟ ماني مشتهي. في عليا لا تلعبون بعيد يا هال. يما يما، ايش فيك ضايق خلقك؟ من الوناسة. يلا صباح خير. مسالم. هلا خالتي، حياك. انتي هني؟ عاد توني بيج. حياك الله. مسالم شلونك؟ صبحك بالخير ام مبارك. هلا ومرحبا. تعالوا تريقوا الريوق زاهب. عمي هني؟ لا والله يا بنيتي، ما ادري ايش فيه، ساكه في الدنيا. ما لا للعافية، الظاهر لحي متأثر بموتة بومشاري ومضيقة خلقه. شدة وتزول إن شاء الله. تعال يا سعد، طق الباب طق الباب. إن شاء الله. هاو، من هاللي جاينا؟
منو؟ أنا أبو سعد، بطل الباب، أنا أبو سعد. خير؟ عسى ما فيكم شيء؟ هو هذا سعد معك، عسى بنيتي ما فيها شيء. بنتك فيها شيء؟ اللي قولي إحنا اللي فينا شيء، ريلك وينه؟ إن شاء الله. أبو سالم قوم، قوم يا أبو سالم. أبو سالم خير يا أبو سالم؟ سعد أبو سعد يا أبونك. سعد أبو سعد صاير؟ ما أدري. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أدري صاير بهالبنت يا أبو سعد. حنا حشمناك أنت يا أبو سالم، ولا أنت تدري طق فيها وطق بالأرض. هذه مهي مرة، هذه نسرة. امسح ابوهي يا اخوك. عمي هي متحلفه فيني، ان دخلت الدار عندها بتذبحني وانا نايم. شفت شلون؟ عيل يرضيك معرس ونايم بالحوش الليل كله. لا والله ما يرضيني. انزين هي الحين شلونها؟ هي زينه، وقفلنا البيبان عليها وعلى الاهل. والله اني خايف على البنات وامهم، لا تسوي فيهم شيء. ما علي يا ابو سعد، أنا الحين أروح وياكم ولا يصير خاطر كله طيب. ارخصوني يا جماعة أجيب عقالي. أبو سالم، أبو سالم، حاجيك. إيش تبين؟ واللي سلمك خذني معك. انثبري مكانك. أبو سالم، هذه آخر دلالتك. طبخ طبختيه يا الرفلة أكلي. مو بس أنا اللي دللتها، كلكم. والحين أنا طلعت معاها بس المحقوقين. المراد تسودت بيهنا والسلام. قلتك قاعد هنا. يلا عاد ادري فيك بتروح تطقها. اطقها؟ لا لا، بروح اهمزها، اخاف ايدها عورتها من تكفخها للولد. يا ابو سالم هذه بنتك وياهل. قلبي ويهك عني، قاضبة علينا ياهل وياهل. اختها يوم كبرها حدرها ولد. جنيلك طقني يبا بعد طقني، بس ما ابي ما ابي. مو على كيفك. يلت بتاخ. ما قاعد ادل كم دقيقة واحدة تنتفني يبا. صلح للنبي يا خيتي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. إن شاء الله ما لله العافية. أي عافية، أي عافية وهو ما يقدر يغير النفس، وهذيك تقولي نسخنا حاكلينها بالدار وكفلين عليها حتى ما خلوها تشوف أبوها. يلا خليه يفرحون اللي يكرهونها. يا مسالم ما حد يكرهها يا يبا، بس يبون لها الخير. هذا الخير بين الأبو متدختر والبنت محبوسة. استأنستي يما؟ بعد قلبش الحين؟ يما أنا مالي خص، لا تبلشيني. أبلشش؟ من اللي شيش أبوها عليها غيرك أنت وريلك؟ يا عمتي إن ما أخذت سعد من غانم بتاخذ غيره. البنية ما تبي تعرس، إيش حارج خبزتكم أنتو؟ يا خيتي بعد ما يصير ما تعرس، تبينها تبور. خل تبور قاعدة على قلوبكم ولا تسوتها عليكم؟ شل حشم سالم الله يهداك. مسالم ما تلام، اللي صار مو بهين ترى. الله يلوم اللي يلومك يا مسالم. بمبارك واللي سلمك، اذا باكر ابوها ما طلع ودني اشوفه. واللي سلم غاليك. يما ايش بتسوين لي رحتي لها؟ خليها يمكن تطخ. بعد ما تبيني اشوف بنيتي ولا شلون؟ يما انا ادري لي رحتي لها بتششينها وبتقوي ضربها من جديد. شاب شاب ولا كلمه، ما بيسمع منك حكي. ما في ما في ما في. ما عليه ما عليه ما عليه. مسالم سالم اذكر يا الله، وباكر ان شاء الله بيصير خير. يلا يا خيتي امشي معي. وين اروح؟ ما يصير تنامين بروحك في البيت يا خيتي. انا بنام عندها. ما بيش ما بيش ذل في بيتك ذل في. خلوها انا اللي بنام عندها. روحوا روحوا. ما ابي احد ينام معي ما ابي. ام سالم ام سالم انا ماني هادتك لو تشحتيني برا برد لك. روحي يما فضل، روح نام ببيتك، روح سم بروح نام. ماكل العافيه. مبارك ولي سلم، بس روح انت نام. سم الرحمن ونام ونصبح افلح ان شاء الله. يبا جزاك الله خير، تمسون على خير وانت يا رب يا خير.
يلا يا اخي يلا. فتشوا الباب يا عيال التبن، بروح الأدب. شوفي أنا ببطل الباب، لكن إن بدر منك شيء مو زين لا تلومين إلا نفسك، سمعتي؟ سيد الأدب يلا وأنا ناطرك هني. مبارك وين راح عمي؟ ما ادري طلع. هو وين طلع بهالليل؟ ما ادري ما شفته. من خشية ثالث خواته. هاي المجنونة يا الكلبة. يبا خلي تجمع خراجينها وذلفها بيت اهلها وافتك. هذه مقدور عليها وانا ابوك، انا بلعن والديها اول وبعلمها الادب وتالي بوديها بيت اهلها تاكل صعير هناك. قالت واصدقت وهذا هم يقطعونه. لا حول ولا قوة الا بالله. سلامات سلامات يا ابو سالم. لا ما شاء الله. هلا ابو مبارك جزاك الله خير. ما تسوي شر ان شاء الله عمي. هلا ولدي مبارك. ما صار شيء جديد؟ لا ما اقول لك الخير. ما مروكم؟ ما قالوا شيء؟ لا عمي، واحنا بعد ما بغينا نروح نسمع لنا كم كلمة تغث. وهي ما دريتوا عنها شيء، ليش اني هوست عليها وايد؟ اللي طلعت بالسلام ان شاء الله تروح لها تكون هدت، حتى امها ما وديناها لها. تدري حريم ان راحت لها شيء شاتها وتلاسنت معاهم. ايه زين سويتوا. انا بروح انشد الطبيب بشوفه متى بيرخصك. اي والله يا ابوك ليش اني ملئت. على امرك عمي. ابو مبارك. امر يا ابو سالم. تهجن ظلت على عنادها، ايش نسوي وش الصرفه؟ والله انا مثلك يا اخوك، اضرب اخماس بسداس وبنتك عسره راسها يابس. وهي الغاليه عندي ما ودي افقدها. لا ان شاء الله مالها الا العافيه. خاف نصير حشوه بحلوج الناس يا ابو مبارك. يا ابو سالم احنا ما علينا من الناس، علينا منها اهي. وما تدري من البارحة لليوم شو اللي صار. هاي يبا ايش قال لك تختر؟ تقدر تطلع بس ملزوم تمرهم بين يوم ويوم. بس ها عطاك دوة وقال ماكو حمق ولا قهر. بنتي حصة وما تبيني حمق وانقهر. انا اقول دوس على قلبك وخلها كم يوم لحد يمرها. عدل ومبارك صاج يا ابو سالم،
لشافت محد يمرها قصبا عليها بترضى. ما بلعتي؟ ما بسحيركم، ابي اروح بيتنا. بيتكم نسيه، اهلك بروحهم ما يبونك. تعالوا اخذوا غداكم، ما ابي. ما حد يدخل عندك يا نسرة. فتشوا الباب وانا اودي. من قضيت من الصلاه افك الباب وانا عمك. عمي؟ والله ما قالت. تقال قالت حلوتك يا جليله الحياه. لا عاد الشيء زاد عن حده، انت مو مال حشيمه. سعود يا الكلب، طلقني ما ابيك مو غصب. انا الكلبه المينونه؟ مينونه مينونه، بس ما حركت بيتكم فيكم، ماكو انا حصه. ليه متى بتم محبوسه انا هني؟ ما ردي بطلع وبشوف فيكم كلكم. زين زين جايه جايه. هلا وغلا، هلا ابو سالم، غدا شرك ان شاء الله. هلا ابو سالم، هلا. لا اله الا الله. لا الله رحمته. شلونك؟ الله يسلمك يا ابو. قرت عينك ان شاء الله. وين بيك ان شاء الله. ودي داخل، ودي داخل داره. لا لا بقعد هني، مليت من سدحه على كرافيهم. افتح بس. الحمد لله من ذاك الحال لهالحال. عسى الله يطول بعمرك ويخليك لي ولبنياتك ان شاء الله. عمتي ما عليك امر، سوي لنا شاي. انا وابوي ما فتشينا رجنا بشيء. على امرك، شاي وريوق والغدا قريب يذهب ان شاء الله. تامر امر. زين عيل، خلنا نادي امي. لا يا ريال خلها زين، هذه ام دمعه بتي وتتبشبش علينا. لا ما يصير يا ابو مبارك، روح نادها يا مبارك، مي حلوه تدري نيت ولا نقول لها. وين عمك؟ امر يا حبيب. قلت لك وين عمك؟ شفيك صار كبريت يا حبيب؟ انا ما تنزل حاكي امثالك. عفا انا ولد ابوي. كل تبن اقول حق درو عمك لا يفرح باللي وصله، وانا وراه وراه، وحقنا ما يضيع لو توصل للدم. مبارك ترى عمي وايد متضايق. ما ادري ايش فيه، والله هو راضي يقول لا احد ايش فيه. هو الفنطاس بيرد روحه، خل روحه هناك، كلنا متضايقين. يدك ويدتك والهانين عليكم. أنا خاف تروح معنا عمتي وتنقلب الوناسة غلقة ونجرة مع أمي. لا تقولوا لها، ما ظنتي لأنها توها متراضي مع ريلها عقب اللي سوته تبيها تهد ريلها. الله يسمع منك، أنا باكر أروح أقنع الوالد. سوى تحصوه كل مضايق منها. واللي سلمك، واللي سلمك نام براسها. ما يصير خاطرك إلا طيب. لا ما عليكم من هذا خبل. بس يا يبا دير بالك منه، أخاف يسوي فيك شيء. هذا خبل قوترة. لا يبا، في حكومة ما نحطت السلاطين اللي حق الشياطين، مو على كيفه. اي بس ولو عمي حط بالك، خاصة بالليل لا تمر بروحك. ايش فيكم انتو؟ يعني امشي وراي فداوية؟ والله يا عمي ترى هذا خبل بياخذ حقه حتى لو بالعترمي. خلي يولي عنك زين، حاجيك ما يقبو مزيد. ليش عمي يبي شيء؟ يبي له كم ربطة درية و25 باس جيل، زهبهم له ثرابيك بأي وقت. على امرك عمي. يبا بنروح بيت يدي، انت قلت ما تقدر تدعمي وهو بذيك الحاله.
الحين البنت خلاص في بيت حمولتها وحمل الحمد لله طلع. اي بس ايش رايك ناخذ عمتك وعمك معانا؟ ونعم الشر حتى حصة تعرف ان ما لها الا ريلها. ايش فيك يا بوي؟ بس تهقى بيرضون؟ منهم؟ عمك وعمتك. عمك يمكن بس عمتك اخلي امي تقنعها. لا كله ولا امك. امك بتلزم يا حصه ولا ما تروح. لا انا ما اروح واخلي بنتي بهالحاله. اي حاله؟ ابني يا بيت ريله. اي بس احنا من يوم عرسها ما ندري عن هالشيء. كنا ما عندها عزوه. لا يدرون ان عندها عزوه بس عزوتها يبونها تحس ان ما للبنت الا بيت ريلها. اي وش حق نروح؟ لا هم اهلنا ولا يصيرون لنا بس زياده حمل. ما احنا رايحين خالين بناخذ ماكلتنا وخروفين. ولو هم فشيله وغير الفشيله انا قلبي ما يطاوعني اروح وما ادري عن بنتي شيء. ويسلمك يا ابو سالم ودني خل اشوف شلون عايشه وتالي يصير خير. قبل لا تمر 10 أيام ماكو روح. خليها شوي خليها ينكسر باسها. أنا ما أدري إيش في قلبك جسا علينا. ليش يا حافظ؟ شو اللي غيرك؟ يعني إذا بمصلحة بنتي أكون تغيرت؟ لا والله ما أنت أبو سالم الأولي. ما أدري من مثقل قلبك علينا. ردينا على الحكي الماسخ. ترى أنا مريض ومالي خلقك. يلا يبا قومي شوفي إيش تبين من أغراض ويمعيها. ليش؟ بنقعد شهر. اللي نقعد. وبتصق دكانك كل هالمدة؟ ومين ناكل؟ مالك شغل بدكاني. لا يعتي حاسبيني. سالم. هلا 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 مغايب حياك. الله يحييك. هلا هلا شلونك انت؟ ها وش عجب وين قطتك المايه؟ والله يا اخيتي انا من زمان ودي اجيك بس اخاف التقي بشنت الحلايه. حياك تدخل. حياك مغايب. الله يحييك ويبجيك. قعدي وخلي اروح اسوي لك شاي. لا 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 ما بي شاي. انا سامعه سالفه عاد ما ادري صج ولا لا. ايش سالفته؟ تعالي اقول لك. خير الله ما جعل اخير. صج عاد بتروحون الفنطاس؟ تو ابو سالم يقول. ايش هالعبو تو يقول لك وانتم عازمين من زمان؟ صدقيني ما دريت الا الحين ولا اني راضيه. ليش؟ بنتي توها معرسه يمكن تعتازني بشيء. شلون تبيني اروح بقلعه وادرين؟ عيال بنتك فضه قايله حق شنه ام راشد انكم بتروحون كلكم من الفنطاس. اي خو بنتي قامت تحل وتربط بدون ما تاخذ شوري. اثاري هي اللي مشيش ابوها على الروحه. وخاشين عني حتى لا تضايق الشيفه. لكن هين ان ما صرت لها عظم بالبلعوم ما اكون انا مناير. ماك روحه لا فيني ولا بلعيني. ليش يا حافظ؟ انا من زمان ما شفت امي وابوي. سمعيني إذا ردوا ووديك لكن ترديني بنفس اليوم. هو إيش هالحكي؟ أكو أحد يدق هالطريق اللي شطولة ويرد بنفس اليوم؟ أنا لو كان في أحد عندي كان دزيت شوية. لكن شو أسوي؟ أمري لله. عشتوا ليش؟ ليش ما تبي تشوف أهلي؟ طايح فيهم فار؟ شوفي عاد عن الغلط ولا تكثرين بالحكي. ماكو روحة إلا لما يردوا. زين ياك. الله يستر الله يستر. منو؟ انا ابو سعد. ابو سعد هلا ابو سعد حياكم. ما احنا داخلين. احنا جايين نقول لكم كلموا بنتكم وعقلوها ولا ترى والله ما راح يصير خير. شو اللي صاير؟ احنا ما بقينا نروح لابوها نغثها وهو ريال مريض. جيناك انت واختها. ايش سويت؟ ايش سويت؟ قول شو اللي ما سويته؟ حتى سب قامت تسبنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايش قلت؟ انا الحين يا جماعة ما اقدر اروح معاكم.
عيالنا وين نحطهم؟ لكن خلوها باكر ان شاء الله، اودي العيال عند اهلي ونمركم. امرنا الله، صبرنا كل هالايام ما نصبر هالليله. يلا مبارك تمسي على خير. يلا يبا، يلا يلا. وانتم مثل وخير. يا ربي، هالبنت ما تيوز؟ اندرى ابوك راح من ايدينا. لا واللي سلمك، لا تقول لي. زين شو نسوي الحين؟ انا ما اقدر اروح بروحي. ان شافتني بتغلط علي قدامهم، وان وديت الاهالي لامي بتنشد ليش؟ تدري شلون؟ بخلي العيال عند شنت خالتي ام راشد. خوش عيال، خدتي الصبح وتجاب لهم. الصلاة عليه. هيني يا جماعة، صاير شو اللي صاير؟ نشدوها. هي وين هالحين؟ داخل. هو سكر الباب عليها. يا ابوك نبي عمرنا. عفا يا ابو سعد، انتوا ريايل وهذه ياهل، ايش دعوة عاد؟ هذه ياهل يعل ما يصيح تحتها ياهل. اذكر ربك يا عمي ابو سعد. الف من ذكره، وانا صاج حسبي الله عليها، لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار. صبروا صبروا، تعالي يمه تعالي. يلا يلا يلا. الف حمد لله والشكر. زين سوت فيهم. دشيتي دشي. انت شو مسويه؟ مو شغلتش. ما كفاك اللي سويتيه في ابوي؟ دخلتيه الدختر وكاهو الحين في البيت مريض. وديني له اشوفه. وديني له؟ تدرين ان شافك ودرى انك انت مسويه بلوه فيها موته؟ انتوا بتطلعوني من هني بالطيب ولا اسوي دويوكم واطلع بالغصب؟ انت ما تستحين على وجهك، شيلي هالمصاخه عن راسك. هي انت الحين مره معرسه. هذا بنظركم حبيبتي، لكن حامض على بوزة يجيس الشعارة واحدة من راسي. لبسة مرفعش يا حصة، أنا بدش. وش حقة تدخل؟ دخلتك مهم غير شيء، قاعدة في بيتهم ماني قاعدة. يلا عاد لبس المرفع يلا. ليش؟ خايفة ياخذني عليك؟ يعل الله ياخذ عمرك إن شاء الله. قولي آمين. آمين، بس أنت قبلي إن شاء الله عشان أربي عيالك. قصي قص لسانك، أنت ما تحشمين أحد؟ لا طقني يا علي، ذيك القص ان شاء الله، انت مالك حق علي، اتلف يلا. سعد يا الردي يا ثالث خواته، اذا فيكم خير ناموا الليله. ايمع هدومي ولا ذبحهم الليله؟ عليكم السلام. هلا هلا مبارك، شو فيك يا بك؟ تدري انا من جاي الحين؟ من وين؟ من بيت ابو سعد. بيت ابو سعد؟ خير ايش صاير؟ الكلبه حصه. حصه؟ ايش فيها؟ جننت الناس، يونا البارحه يشكون. عاد رحنا انا وفضل اليوم، بس يبا سوت؟ انا ما ادري ايش مخلوقه منه هذه، صج بزر ابليس. تعوذ بالشيطان يا مبارك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش سويتوا؟ اخذناها معانا البيت. اخذتوها؟ شنو يعني اخذتوها؟ سعد ما يبيها. قراده هي، بس قرادة إلا سواد وي
أثاري كل هالمدة قافلين عليها جنها شاذي. اليوم رحنا أنا وفضة وحلفت إن رحنا من غيرها بتذبحهم. يبا ما يلامون الناس، خافوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يمبارك إن دار أبوها بيطق ويموت. لا يبا ما إحنا قايلين، بس قولي لين متى؟ صج لين متى؟ يا هي بلوى بلوى إلا دمار يا يبا. أنا محتار الحين ما أدري شو أسوي، خايف على عيالي ومرتي. ليش إنها ما توالم مع أختها خير شر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الصرفين مبارك؟ مالك إلا تي معانا؟ ها؟ إي يبا، إي تحبك وتحشمك وأكيد بتسمع شورك. لا لا ماني قادر أروح معك. ليش يبا؟ لا تنسى إنك أنت مربيها. إي بس ما أقدر أروح أنا. يا يبا أنا خايف على مرتي وعيالي منها، أنت ما شفت الشر شلون طالع من عينها؟ لا مبارك لا تخاف، يتريى ترد لبيتنا الحين. بيتنا؟ لا قصدي بيت أبوها. زين شو سوى الحين؟ دبرني يبا. نروح لها. أروح لها وأمري لله. درب درب أبوي معاي. تغطي، هذا عمي ما تغطى عنا. حياكم. شلونك حصل؟ هلا عمي. ايش اللي سويتي؟ عمي تعال معي ابي احاكيك بروحك. لا ما بيها تقص على عمي، خلت حاكي قدامنا. لا عمي في شيء ما اقدر اقوله الا لك او لابوي. ماكو شيء ما ينقال قدام الكل. بلى واللي يسلمك، اسمع مني ولومني. مبارك تعال عاوني بالمطبخ. تعال عمي. خلي تبيهم يسمعون اللي بنقوله؟ خادمة أبي أعيش في بيتك خادمة لها، جاري صدقني ما بتسمعون حسي واللي سلمك. قومي يا إيوه، قومي وتعوذ الإبليس. قومي. أنا منك مالي بد انت وبس. لا تلومني يا ابو مبارك، هذا امر الله. انا ما اشوف غيرك بالدنيا. حصة عيب يا ايوي. انتي حصة انت مثل بنتي. لا لا تقولها، انا بصير مرتك مو بنتك، خادمتك. سمعيني عاد، حصة أبوك مريض، مريض يا حصة. وإذا تحبينه أقلي يا يبا وردي أقريلك. ما أبي ما أبي، لا هو ولا غيره. صدقني أنا ما أكره سعد ولا أحب، بس ما أشوف بالدنيا إلا أنت، أنت وبس. هذا الشيء تشيلينه من راسك؟ ما يخالف، طلقوني من سعد وخلوني قاعدة ببيتكم، أنا راضية واللي سلمك. على أمرك، إذا على الطلاق وكاذب تطلقين، ليش أنا سعد وهلا هم اللي يبون كذي. ويا على عيني ما تبجيك. Thank you.
مبارك يا صار في عشاج. العشاء يتسكر ويا حلوة الضحكة اي كذي متبوسم ومثل كل يوم تاكل عشاء بوزك شبرين. لا يبا اليوم غير اليوم، اليوم باكل بشهوة. ايش طابخه يبا؟ سمك ويعلم داخل العافية. ناكل سمك الليلة وباكر عاد باكر تسوي لنا مجبوس بط يا غالي والطلب رخيص. بطه وبحشيها ببيضها، بس قول لي اول شيء اللي منسك ونسني معاك. يسلمك الله، انا من مده شريت حصبه لكنها ضاعت. وي غميضه لكنها ردت. شو ردت؟ لقيتها. اي زين الحمد لله، وين هروني اياها؟ ها نسيتها بالدكان. وي غميضه عسى ما تضيع بعد، حط بالك عليها. لا هالمرة مي ضايعة، لو بس أشوفها قدامي يكفي. قمت ما ماكو شيء ماكو شيء، بروح المختلة. ما عليه ما عليه زين، خل انا اوديك. يلا اتسند عليه وسالم شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابو سالم، ابو سالم بسم الله عليك ابو سالم، ابو سالم ابو سالم حاجني ابو سالم. يا ليواد يا ليواد لحقوا علينا، يا ليواد ام مبارك، يا ليواد لحقوا علينا، يا ام مبارك يا ام مبارك لحقوا علينا. ابو سالم طاح، ابو سالم ما ادري ايش بي طاح علي. يا مسلم ابو سالم، ابو سالم ابو سالم ايش فيك؟ اذكر الله اذكر الله اذكر الله، لا توسع على عمرك بس. والحين ايش بنسوي يا ابو مبارك؟ اذكر الله سمو بالرحمن. يلا وياي وياي، بس خلينا نشيله. يلا يلا شوي يلا.